يقول في النزول للسجود هل يقدم المصلي اليدين أو الركبتين؟ وفي الرفع من السجود هل يقوم بواسطة اليدين أو الركبتين؟ أولا لنعلم أن الأمرين سيان، يعني نزل على ركبتيه أو نزل على يديه، رفع ركبتيه أو رفع يديه، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة سواء قدم الركبتين أو قدم اليدين. وقد ذكر النووي وابن تيمية وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم أن الخلاف في بين أهل العلم في هذه المسألة أيهما أفضل فقط، هل الأفضل نزول على الركبتين أو الأفضل نزول على اليدين، ولم يؤثم من ينزل على ركبتيه أو من ينزل على يديه، فالقضية قضية أيهما أفضل بس. فإذا كان الأمر كذلك لا ينبغي التشديد في هذه المسألة، والأمر يجب أن يؤخذ بيسر وسهولة، ولا الإنكار على الآخرين، يعني حتى لا يجوز لك أن تنكر على الإنسان الذي ينزل على ركبتيه أو ينزل على يديه. المسألة مسألة استحباب أيهما أفضل، هذا أمر نعم تناقشه، تأخذ مع طلبة العلم، تتناقشان كطلبة علم مثلا، تذكر أدلتك ويذكر أدلته، وهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم النزول على الركبتين أو السنة النزول على اليدين، هذا أمر واسع جدا وفي مجال ما فيه مشكلة. لكن قضية الإنكار وكأنه فعل شيئا منكرا وكأنه يحاسب على هذا الأمر وقد يغلظ الإنسان أحيانا في الكلام في مثل هذه المسائل، هذا مما لا ينبغي أبدا. أما من حيث المسألة فقد جاء فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأحاديث لا تخلو من كلام، كل النصوص الواردة لا تخلو من كلام، ولذلك اختلف أهل العلم، وإلا لو كانت النصوص واضحة صريحة قطعية ما اختلف العلماء، وإنما اختلف العلماء لأن النصوص تحتمل من حيث النظر في دلالتها وأيضا من حيث صحتها أو عدم صحتها. يعني جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليقدم ركبتيه، طيب، وجاء في الحديث الآخر فليقدم يديه، وجاء في الحديث الآخر نهى أن يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وقال آخر لا هنا خطأ من الراوي وإنما هو وضع صار فيه قلب، وإنما الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه. فالحديث نفسه غير متفق عليه لا لفظا ولا معنى. ثم كذلك جاء في حديث ابن عمر أنه كان يقدم يديه على ركبتيه، وأيضا جاء في حديث من نسيت الآن الصحابي لا إله إلا الله عمر، والله أنسيت الآن، أنه كان يقدم ركبتيه. لكن في النهاية أقرب هذه الأحاديث والله العالم والله الأعلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا أقرب الأحاديث في هذه المسألة. عفوا حديث وائل أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، أما حديث أبي هريرة فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وليضع يديه قبل ركبتيه. وأما دعوى القلب الذي ذكره ابن القيم وغيره من أهل العلم أنه وقع قلب في الحديث فبعيدة جدا، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى الحديث لم يحدث فيه قلب، والأقرب أنه يضع يديه قبل ركبتيه، لكن لو وضع ركبتيه قبل يديه الأمر فيه سعة، وكذلك الأمر بالنسبة للقيام من السجود، يعني آخر شيء وقف الركبتان أو آخر شيء وقف اليدان الأمر فيه